اليوم نلتقي لتسليط الضوء على مجموعة من المواضيع والقضايا ذات الأهمية بمكان بالنسبة للمواطن المغربي، ونعتبر على أن الحكومة أرادت أن تكون حكومة كفاءات، وخانتها الكفاءة يعني بكل ما للكلمة من معنى، في سواء فيما يتعلق بتدبير الأزمات، ونعلم على أن كل حكومة في العالم كامل راه تدخل وتدبر أزمات وملفات يعني اللي تتكون إما واقفة وإما تتبحث على حل. اليوم احنا بغينا نقولوا على أننا في منتصف الولاية، في منتصف الولاية لم تصل الحكومة 50% من برنامجها، لم تصل حتى 25% من برنامجها، فوقاش غدير هي هذا البرنامج؟ إذا نقول الحكومة لها أن تقبل الفكرة نتاع تقديم برنامج حكومي تعديلي في أفريل، تبني على الأرقام وعلى الإمكانيات وعلى الفرضيات إلى غير ذلك، ولكن نقول على أنها الوعود ديالها اللي جات انتخابية بعدا لا أثر لها في البرنامج، ونقول على أن البرنامج لم ينفذ. اليوم احنا أمام حكومة بصدق ماشي من باب المعارضة تتراجع يوم على يوم على قضايا بعينها، مثلا الباشلور هو جزء من البرنامج الحكومي نفسه اللي جابت، ولاني تراجعت عليه. القانون الإطار التربية والتكوين هي جزء من تحضير وتهيئ أمر بين أيدي صاحب الجلالة، لم يتم تنزيل ولا قانون ولا مرسوم واحد. اللجنة اللي حددها القانون الإطار واللي خصيت رئيس حكومة يترأسها ما دار ولا اجتماع واحد خلال هذا العامين ونص، ولو كان دار غير اجتماعات اللجنة لو كان حل واحد الجزء كبير من الملفات العالقة بالنسبة للتعليم. نقول بإيجاز كبير على أن ملف التعليم ملف في حقيقة واحد يعني واحد تأخر في الإنجاز، لأن كاين حقوق مكتسبة النساء ورجال التعليم كاين اللي ما خداوهاش من هذه 20 عام، متفقين 100%، ولكن شكون اللي وعد نساء ورجال التعليم باش يحلهم كاع المشاكل العالقة؟ الحكومة هي نفسها اللي اقترحت هذا الشيء، دارت 26 جولة في الحوار الاجتماعي بدون نتيجة، جابت مرسوم أحادي الطرف بحيث الجميع أقر بأن هذاك الشيء اللي في المرسوم ماشي هو الواقع، من بعد تراجعت طبعا لأن فهمت بأن هذاك الشيء اللي دارت راه خطأ. اليوم نلاحظ على أن السيد رئيس الحكومة المحترم تيتاوب الفلوس مع نساء ورجال التعليم، شحال طلبتوا راه عطيناكم، مشيتوا تشاورتوا تعني بها التنسيقيات، رجعتوا زدناكم، مشيتوا جيتوا رجعتوا. الواقع هو ان البرنامج الحكومي اتكلم على الكرامه ديال الاستاذ، على التكوين ديال الاستاذ، على السعاده ديال الاستاذ باش يمكن له يعلم التلامذة، هذا الشيء لا اثر له في ارض الواقع. يعني الاضرابات كانت العام الاخر، احنا في نفس الاضرابات اليوم كاين اسدوس ضاع، كاين اللي تيقول لنا 38 يوم 33، هما بغاو يديروا كاع هذاك الشيء الراتراباج في اسبوع يعني خمس ايام ولا داك الشيء، هذا غير ممكن، يعني المنطق ما تيقبلوش عباد الله. اليوم اذا نعلم جميعا بان المستوى بعدا هو ضعيف نتاع اولادنا، نعلم جميعا ان كوفيد كان له اثر كبير كذلك على التعلمات، ونقول كيف لك يا السيد وزير التعليم العالي ان تتراجع الى 7 سنين في التكوين في الدكتوراه في الطب، 7 سنين خدموا بها الناس العباقره، هذه 60 عام انت تجيب العلم ديالك بوحدك وتتقول 6 سنين كفات، راه ماشي 6 سنين اللي كفات وماشي هذوك اللي ما فهموش، هو فهم على ان الى عطى الدكتوراه على 6 سنين ما غادي يقدوش يخدموا ولادنا وبناتنا في الخارج، وبالتالي غادي يهضم لهم حق بحقوق الانسان. كيفاش انا غتقريني الا بغيت نمشي نخلص لك هذاك الشيء باش قريتيني؟ اليوم لو بارتناري بيبليك بريفي راه معروف شحال وحنا تنتغناو به، كاين جامعات
ألمانيا سعودية، كاين دول أخرى اللي راغبة، ماشي الخاص وداك الهضرة قوية كاع اللي تيجي وتيبقاو يروجوا. نحن نقول على أن كاين جامعات معقولة بغات دير شراكة مع الحكومة المغربية في التعليم العالي لتكوين الأطباء. عندنا عجز 25 ألف طبيب، راه ما يمكنش نحلوا المشكل بوحدنا، ما وصلناش الحل مع الأسف في هذا الإطار. اليوم في الصحة، هل تعلمون على أن 40% في الأسرة في الصحة العمومية لا تستعمل، غير مستعملة؟ هل تعلمون على أن هادو لي كلينيك بريفي دابا عندهم لي سونتر داناليز بيولوجيك وما عندهمش ترخيص وما عندهمش الحق في القانون؟ هل تعلمون بأن هادوك الراديوات والسكانير وهذاك الشيء اللي في الصحة الخاصة ما عندهمش كذلك لي غاديولوج وما عندهمش ترخيص واللائحة طويلة؟ إذن كاين واحد العدد المشاكل. غادي نختم فقط إلى سمعتي بجوج تاع المواضيع. موضوع الأسئلة الكتابية، راه الأسئلة الكتابية هي ملزمة للحكومة، لأن الكلام تيمشي ولكن الكتابة تتبقى، ما كاينش الأجوبة. حنا من أصل 2109 سؤال في فريق الحركي، بقات 234 سؤال في الرفوف، عندهم 20 يوم باش يجاوبوا. كاين أسئلة اللي فات 20 شهر وما جاوبوش. المقترحات القوانين باستغراب كبير سمعنا السيد رئيس مجلس النواب تيعلمنا بأنه تقبلوا 6 المقترحات، لا علم لنا. إذن حنا اللي معنيين بالأمر، الفريق الحركي قدم 61 مقترح قانون، تيقولوا لنا راه ما تقبلوش. كيفاش ما تقبلوش؟ واش تم التعليل؟ وغادي نختم ونقول على أن الدستور في المادة 82 أحيلكم تيقول بأن البرلمان يخصص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين. كاين عندنا 250 مقترح قانون ما كانت برمجة والو. ثم النظام الداخلي تيقول في المادة 100 على أنه يخصص على الأقل يوم ثلاثاء من كل أسبوع لدراسة مشاريع ومقترحات القوانين، ما كاين والو. النظام الداخلي في المادة 176 تيقول يحيط رئيس المجلس الحكومة علم، يحاط بتاريخ والساعة نتاع المناقشة، ما كاين والو من هذا الشيء. بقاو ثلاثه د المعلومات او جوج. النظام الداخلي اشغال التشريع في الماده 180 دراسه المقترحات والمشاريع، يعني واضحه بالنسبه. شكرا. لا بغات ورقه. تفضل. انا بغيت نحيل هذا الشيء كله على الاخوات والاخوان باش يعرفوا بان هاد الناس غالطين. المشرع الاول في البلاد راه هو البرلمان صاحب الجلاله، كان واضح في هذا الكلام، ولكن احنا راه ما صبناش امكانيه باش نشرعوا القانون التنظيمي. احيلكم على الماده 24 تتقول يشارك اعضاء الحكومه في اشغال مجلس النواب ومجلس المستشارين الى اخره. اذا يشاركون في اجتماعات وجلسات تقديم التعديلات المقترحات، ها هي كاينه. دابا هذا الشيء كله ضاربينه في عرض الحائط وتنقولوا على ان كاين وزير كان معنا ذاك النهار هنا في البرلمان، طلعنا للجنة ما جاش لتقديم واحد المقترح، وهذا إذن خلل كبير. حنا قررنا باش غادي نمتنعوا حتى إلا استدعونا كاع تقديم المقترحات في غياب الحكومة. شكرا.